البداية دايماً بتكون بأهم ترندات الحلقة، نشوف. ترند الأهلي، بطل الدوري يواجه طنطا. ترند الأهلي برضو، اتحاد الكرة يقرر تسليم درع الدوري للأهلي في المباراة الأخيرة. أما ترند العالمي، أزمات ميسي تتجدد في برشلونة بعد رحيل سواريز. طيب قبل ما نروح لفاصل، عايز اقول لحضراتكم المباريات اللي موجوده النهارده او هتتلعب النهارده في مختلف الدوريات. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، الاهلي هيقابل طنطا الساعه 8 بالليل، وده بالنسبه للدوري المصري. بالنسبه للدوري الانجليزي، في عدد من المباريات، وكانت اهم هذه المباريات واكثرها اثاره مباراه برايتون ومانشستر يونايتد، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-2، وهحكي لكم القصه بتاعتها بعد ما اقول لكم بقيه المباريات. كريستال بالاس بيلعب دلوقتي مع ايفرتون، والشوط الاول خلص، المباراه انطلقت في 8 الساعه الرابعه عصرا. الشوط الاول خلص 2-1 لايفرتون، احرزهم كالفرت لوين وايضا ريتشاردسون بالنسبه لفريق ايفرتون. ويست بروميتش البيون ونجمنا احمد حجازي اللي عرفنا ان هو جاهز لهذه المباراه، هيقابل تشيلسي في مباراه غايه في الصعوبه على ويست بروميتش، دي هتكون في تمام الساعه 6:30 مساء. وكمان بيرنلي مع ساوثامبتون الساعه 9 بالليل، ده بالنسبه للدوري الانجليزي. بالنسبه لمباراه اليوم في الدوري الاسباني، ديبورتيفو الافيز بيلعب ختافي في هذه اللحظات، والنتيجه 0-0. كمان فالنسيا مع هويسكا. طيب بالنسبه لمباراه ديبورتيفو الافيز وختافي، انتهت خلاص بالتعادل السلبي 0-0. فالنسيا مع هويسكا انطلقت الساعه 4 وتقدم فالنسيا 1-0. كمان في مباراه الساعه 6:30 ما بين اليتشي و ريال سوسيداد، مباراة مهمة. وكمان الساعة 9 بالليل مباراة ريال بيتيس مع ريال مدريد بطل الدوري. الدوري الإيطالي النهاردة في عدد من المباريات، تورينو مع أتلانتا، والمباراة دي انتهت بفوز أتلانتا 4-2. سامبادوريا مع بنفينتو، دي هتكون الساعة 6 مساء، وفي نفس التوقيت كالياري مع لاتسيو، وأيضا مباراة إنتر ميلان مع فيورنتينا، دي هتكون في تمام الساعة 9 إلا ربع مساء.